إذن مشاهدينا الكرام، عبر وكالة جي ميديا هذه الصورة نأتيكم بها من بلدة عناتا ومخيم شعفاط، حيث تقتحم قوة كبيرة من جنود الاحتلال وجيش الاحتلال هذه المنطقة بالتحديد المعروفة باسم ضاحية السلام، من أجل هدم منزل الشهيد عدي التميمي الذي ارتقى في 19 أكتوبر الماضي بعد تنفيذه لعمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة ما زال يعاني منها. في ساعات الصباح الأولى قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية السلام وقامت وشرعت بهدم الجدران الداخلية للشقة المنزلية التي يسكنها أهالي وذوي الشهيد عدي التميمي. حتى الساعات الأربع الممتدة حتى هذه اللحظة عديد الإصابات سجلت هنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، بين حالات اختناق وأيضا إصابة بالرصاص الحي والمطاطي إثر مواجهات اندلعت مع شبان الاحتلال وقوات الاحتلال. قوات الاحتلال التي اقتحمت مدججة ب 300 مجند إسرائيلي وأيضا آليات عسكرية كثيرة اعتلوا أسطح المباني قناصة إسرائيليين. في هذه الصورة كما تشاهدون عركلة مرور الطلاب الفلسطينيين الذين مروا من هذا الطريق وسط إطلاق وابل كثيف للقنابل الغازية وأيضا تفتيش من قبل قوات الاحتلال. رصدنا في ذلك عبر عدسة جي ميديا تفتيش لشنط الأطفال المدرسيين الذين في هذه اللحظات يعودون من الدوام المدرسي نحو منازلهم. هناك طلبة ما زالوا عالقين منذ نحو ساعة من الآن، لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم نتيجة عرقلة قوات الاحتلال لمرورهم. هناك حديث عن إصابة خطيرة تعرض لها شاب فلسطيني على بعد عشرات الأمتار من هنا، ما زلنا لم نتأكد من هذه المعلومة حتى هذه اللحظة، ولكن تناقلتها بعض وسائل الإعلام وأيضا المواطنين هنا في المنطقة. قالوا أن هناك إصابة خطيرة لشاب فلسطيني تعرض لها بعد إطلاق جيش الاحتلال النار نحو هذه الصورة. مشاهدين الكرام، لأعداد الجنود الكبيرة التي تشاهدونها في الصورة ومشاهد المواجهة التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال نتيجة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدة عناتا في هذه اللحظات. تقريبا قوات الاحتلال انتهت من هدم منزل الشهيد عدي التميمي في هذه اللحظات، قامت بإلقاء النوافذ من الطابق السادس على المنازل المجاورة، في حين قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على العديد من الصحفيين الفلسطينيين أثناء تنقلهم من مكان لآخر هنا في ضاحية السلام ببلدة عناتا. هذا المكان والمخيم الفلسطيني المكتظ سكانيا يعد الأعلى كثافة سكانية بالقرب من الضفة الغربية والقدس بالتحديد، حيث يقوم الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الخروج والدخول عبر تسكير وإغلاق طريق واحد يقطع شريان الحياة عن أهالي هذه المنطقة. كما تشاهدون في الصورة هذه مشاهد لأحد المواطنين يقوم بنقل طفلتين صغيرتين أثناء عودتهم من دوامهم في الروضة أو في المدرسة بهذه الصورة والشكل الذي يشكل خطرا على الأطفال الفلسطينيين في هذا المكان. كما ونذكر أن قوات الاحتلال أطلقت بشكل مباشر القنابل الغازية تجاه منازل المواطنين، كثير منها استقر على أسطح المنازل مسببة عشرات حالات الاختناق في المنزل. قوات الاحتلال أيضا قامت بتصويب بنادقها نحو عديد من المواطنين المارين في هذا الشارع دون أدنى سبب وأي مبرر لذلك، مجرد ترهيب للسكان الفلسطينيين في المنطقة لربما يتوجب على عديد من المنظمات الدولية التي تدعي الإنسانية التوجه لمثل هذه الأماكن. مع وجود 300 عسكري ومجند وجندي في منطقة سكنية مأهولة بالسكان، هنا يعيش أكثر من 70,000 مواطن إن لم تخني المعلومة. هذا صوت لسيارة إسعاف قريبة من المكان، مع العلم أن قوات الاحتلال تمنع اقترابها أكثر من هذه الصورة التي نتواجد بها في هذه اللحظات.
تكسر كل لوج لما تيجي تشوف الطريق. سيارتنا محل ما بدها تطلع من خط شرطة عجيل وحاجات. شباب دراج. إذن في الصورة مشاهدينا الكرام كما تشاهدون استمرار اندلاع المواجهات في محيط منزل الشهيد عدي التميمي التي بدورها اقتحمت قوات الاحتلال هنا. إذن هذه هي القنبلة الصوتية التي تنفجر أمام هذه الطفلة الصغيرة. مع عدم مراعاة جنود الاحتلال لأي ظرف إنساني هنا. إذن رائحة الغاز المنتشرة هنا في هذا المكان بالتحديد تسبب الاختناق للعديد من المواطنين الذين يعانون منذ ساعات الصباح الأولى. هذه المشاهد متكررة هنا في هذا المكان. في أي اقتحام جنود الاحتلال يقتحمون بأعداد كبيرة مهولة، مثلما وصلت اليوم إلى 300 جندي إسرائيلي اقتحموا بلدة عناتة ومخيم شعفاط ينتشرون على عشرات الأمتار ومئات الأمتار في المخيم. كما تشاهدون في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام قوات الاحتلال تحتجز فتى فلسطيني بهذه الطريقة وتقوم بالاعتداء عليه. هذا الجندي يقف أمام الصورة لعدم نقلها. هذا تفتيش يدوي ميداني لأحد الشبان الفلسطينيين الذين يجري تفتيش هذا الشاب الفلسطيني بهذه الطريقة عبر دفعه إلى الحائط هنا، فيما يتصرف الجنود وكأن هذا شيء وأمر طبيعي. انظروا إذن هذا مثال حي للاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام منذ 4 ساعات تقريبا، وجنود الاحتلال تمارس هذه العربدة بحق الفلسطينيين في هذا المكان دون أي رادع أو محاسبة أو حتى تفكير. ثاني في ممارستهم اتجاه الشبان الفلسطينيين. سنحاول إجراء مقابلة مع أحد المواطنين هنا في المنطقة مشاهدينا الكرام الذين شهدوا منذ نحو 5 ساعات الآن. اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين. هذه مجموعة من المواطنين الذين يعانون من جنود الاحتلال هنا. عمي حبيبي عمي حياك الله والسلام عليكم. السلام عليكم.
ساعات طويلة يعيشها أهالي بلدة عناتة ومفات تحديدا هنا في ضاحية السلام من اعتداء الرواح الأولى. هل وضعتنا في صورة الحال وما الذي يجري هنا في مخيم شفاط وبلدة عناتة؟ كما تشاهدون القوات الكبيرة والمعززة من قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في نقطة معينة من ضاحية السلام، وهي مركز ضاحية السلام بالقرب من البناء المعد للهدم سابقا، والتي تم البدء اليوم صباحا في هدم. الهدم كان من الداخل، من حوائط، من بلاط البيت، شبابيك، توسيع الشبابيك. والحالة اللي احنا موجودين فيها صوت قنابل غاز، قنابل صوت، رعب للأطفال، رعب حتى للكبار، للنساء. أنا هلأ قبل دقائق مرقت بنت بتعيط خايفة تمرق من وسط الجيش. طب هاي بدها تروع دارها، بنت صبية عمرها 15-16 سنة تمرق تبكي. احنا عايشين في معاناة من الساعة 8:30 الصبح ولا يزال، هاي الساعة 2 وإشي وإحنا في نفس المعاناة. هل توجه أي أحد من ما يدعون الإنسانية، مؤسسات دولية، هل حضرت لمراقبة الوضع أقل ما فيه لمنع اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين؟ هل تواجد هنا أي جهة غير الصحفيين؟ بصراحة ما شفتش إلا الصحافة، أنا ما شفت هون إلا الصحافة، مع أنه المفروض من سلطتنا، من جماعتنا، ملوا وراء الكراسي وراء الطاولات، هم مع الكراسي بس وراء الطاولات، وما أخفاك ما تحت الطاولة. يعني وجدوا عنا من وزير من 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 من، بس هدول والحمد لله رب العالمين. منطقة تماس بنعاني فيها من السلطة وبنعاني فيها من إسرائيل. شكرا لك يا عم. هذه كلمات مواطن فلسطيني هنا مشاهدينا الكرام، وخير الكلام مؤلما لربما في هذه الحالة لوصف الحالة والألم الذي يعيشه الفلسطيني من تهميش دولي ووطن احتلالي. الاحتلال يمارس القمع، المجتمع الدولي يمارس سياسة غض البصر عن هذه الجرائم. رائحة الغاز لم تنقطع منذ ساعات الصباح الأولى، مضايقات بحق أطفال ونساء، لا أتكلم عن شبان فلسطينيين، إنما أطفال وأطفال وكهل أيضا تعرضوا للاختناق بالغاز والترويع والترهيب بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وهناك أيضا حديث عن إصابة خطيرة لشاب فلسطيني في منطقة الصدر تعرض لها بعد إطلاق الناس احتلالي النار اتجاهها. قبل دقائق معدودة شاهدتم في الصورة كيف قامت قوات الاحتلال بتثبيت طفل فلسطيني يعود من مدرسته نحو الجدار وتفتيش شنطته المدرسية، وقاموا بإلزاق قدميه على الجدار بواسطة أحذيتهم العسكرية. هذه الصورة ربما تحتاج إلى متابعة وتدقيق. إفادة مواطن فلسطيني هنا مقدسي يعيش في ضاحية السلام ببلدة عناتة ومخيم شعفاط يقول أن هناك المستوى الرسمي الفلسطيني، السلطة الفلسطينية بحاجة إلى أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه أي مواطن فلسطيني أينما كان، في القدس وفي الداخل وفي الضفة الغربية وأيضا في الخارج. هذه الصورة ننقلها لكم مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا من وسط وألم ووجع المواطن الفلسطيني نتيجة اعتداءات و ممارسات الاحتلال الانتقامية بحق المواطنين الفلسطينيين. هدم للمنزل يتطلب 300 جندي احتلالي يقومون بشتى أنواع الرعب وأيضا القتل والتدمير. هنا الشوارع لم تعد على ذاتها، أبواب المحلات تعرضت لإطلاق وابل كثيف من القنابل الصوتية والغازية من أجل إغلاقها، إلى أن المواطنين الفلسطينيين يحاولون بأقل القليل التواجد في المكان لمساعدة أطفال المدارس والنساء اللواتي يمرن من هذا المكان. هذا الشارع الذي نغطيه ربما بطول كيلومتر واحد، يوجد عديد من الشوارع المحيطة بالمنطقة السكنية الحالية تتم إغلاقها وأيضا ممارسة أنواع أبشع من هذه في هذه اللحظات. لربما الاحتلال تراجع قليلا عن، وهذا الآن إطلاق نار مباشر، رصاص حي يطلق في هذه اللحظات تجاه الشبان الفلسطينيين.
الآن قوات الاحتلال تهاجم الشبان الفلسطينيين في هذه اللحظات. شوي حبيبي. إذن في هذه اللحظات أصابت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بالرصاص الحي بقدمه ثم لاحقته من أجل اعتقاله، وأثناء محاولتها لذلك قامت بإطلاق وابل كثيف من الغاز. هذا الجندي شاهدتموه في الصورة رفع سلاحه نحو مسن فلسطيني يقف أمام منزله. عرفت هي قدامي على اليمين. رجع بس على المهد هلا